ليمون عصر اصلا يروح يا رب العافيه ان شاء الله ويشفي الصوت باذن الله يشفي الصوت. هذا ملعب عبد الحليم حافظ ونجاة الصغير. اذا كنت بخير ليه نسبه من الاعلانات بخير ايش ترجع في التصاحب. اذا كنت بخير ايش لك ايش ليه نسبه من الاعلانات والله لك نسبه من الاعلانات خلاص بنشوف ان شاء الله. ايش زنجبيل ليمون عسل بس خلاص خلي الكلام خلي الكلام بعد ساعه اعزائي المفعول شغال معاك ايش رايك بامان انا ما كنتش عايز احط لك عليه المي بصراحه كنت عايز اتوكل سكر مين اللي كتب هذا الكلام؟ بنت كتبت ماتوا سقف المصريين. هذه كذابة. كذابة؟ أنا أوثق فيهم؟ أيوه أوثق فيهم. أنا اديتك خلطة عالمية، شوف صوتك الحين ولا صوت نجاة الصغيرة. ولا صوت نجاة الصغيرة؟ أيوه هنا عندها 15 سنة. يا قبلة هاتف، المعرض عاملينه في عمان مول، فيه كل حاجة عن السلامة المرورية للجمهور. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. معرض تثقيفي هيئة الدفاع المدني والإسعاف موجودين. شوفوا. مساكم الله بالخير. الله بالنور. الله يعطيكم العافية. تبارك الله يثقفون الجمهور بكل حاجة وشوفوا عاملين داخل هنا إحصائيات لعدد الوفيات والحوادث. والإصابات من سنة 2013 إلى 2023 يعني 10 سنوات. شوفوا في 2013 كان عدد الوفيات 913 بينما قل في 2023 وصل 595 ولله الحمد. أما الإصابات في 2013 4178 وفي 2023 كم؟ شوفوا قل إلى 2000 ونص. بينما في 2013 كان عدد الحوادث 7829 والحين قرابة النص 2040 حادث في انخفاض كبير في عدد الوفيات والإصابات والحوادث. مشكورين شرطة عمان السلطانية على هذا المعرض التثقيفي. يا جماعة هذه الشاشة اللي قدامكم شاشة خدمات إلكترونية سوتها الشرطة تدفع فيها المخالفات المرورية، تجدد فيها سيارتك، أيضا تجدد فيها رخصة القيادة، وإذا تريد أيضا نقل ملكية كلها بس بضغطة زر نفس الأبليكيشن مال الشرطة اللي موجود. شوفوا بسم الله ما شاء الله الحين بنشوف حبيب بيدفع أو بيستفسر عن مخالفاته. سهل جدا، بيحط الرقم المدني. بنشوف كم عليه. بنشوف كم عليه. ونقول بسم الله بيحط رقمه المدني وراح يظهر كل حاجة. أضغط استفسار. استفسار بنشوف كم عليه بسم الله. ما شاء الله كم؟ 20 ريال عليك. حتى يظهر لك المكان وكل حاجة والسرعة التفاصيل كلها بالضبط. إذا تريد تدفع مرة مباشرة اختر المخالفة اللي بتدفعها توكل على الله وانتهى الموضوع. كل حاجة سهلة جدا من خلال هذه الشاشة الإلكترونية اللي عاملينها شرطة عمان السلطانية. اللي قدامكم هذا رادار، هذا يسموه الشرطة القناص اللي يقنصك من كيلو إلى كيلو 200 إلى كيلو 200 متر، عبارة ما في مفر. هذا حتى يحطوه في الخط السريع أو يحطوه في خط صلالة، مهما تسرع يجيبك يجيبك، بس يسوي كذا. تفاصيله كلها موجودة في هذه الشاشة. أعوذ بالله. عاملين الشاشة هذه يظهرون فيها الحوادث اللي في الإشارات. شوفوا يا جماعة، شوف اللي ما يتقيد بالإشارات، هذه حوادث حصلت واخذوا بعض النماذج. شوف لا إله إلا الله. شوف إشارة حمراء راح وكبس العالم كلهم باه ديف يا أخي. الإشارة حمراء قدامك الله يرضى عليك. فالواحد يهتم، اللي يريد سلامته طريق. الله يسلمنا يا رب من أذى الطرق. وشكرا شرطة عمان السلطانية على هذا المعرض. الله بهالمصيرة. يا مرحبا وسهلا. كيف الأمور؟ الحمد لله تمام. قول آمين. آمين. يا رب. يا رب العالمين. إن أول زيارة نشوف فيها مصيرة يكون فوق الجسم. آمين. إن شاء الله بإذن الله. يا
رب العالمين بإذن الله بإذن الله، ويبعد عننا العبارات والسبارات والنكد والعذاب والتأخير اللي ما له داعي. تحت ظل بوذ اليدين بإذن الله بشوفه إن شاء الله بإذن رايح ورعد على مصيره إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. راس الحد كيف هل راس الحد الشرف نظهر بالعدسة الكبيرة شريف. والله لنا الشرف. الله يطول بعمرك. ما عليكم زوج حي الله بالحربيين. كيف راس الحد رقم واحد أول مكان يشرق منه الشمس عند العرب عند هذيل. عندنا نصلي ارحبوا نصلي الصبح بدري. يعطيكم الله العافية. شريف نبدأ يا مرحبا.